we have a destruction, we have a tragedy, and sectarian mentality, revenge mentality. لدينا الدمار، لدينا المأساة، الذهنية الطائفية، ذهنية الانتقام، كل هذا خلقته مصالح الغرب للحفاظ على مصالحه. ليس لدي مشكلة مع الغرب، لكن دعم الأحزاب الإسلامية التي تتمتع بذهنية الانتقام، ذهنية التطهير العرقي، لا يمكن القبول بأي من هذه الأمور. أنا لا أقول إن صدام كان رائعاً، كلا، لكن الآن لدينا 100 صدام، مع قيام كل هذه الميليشيات التي سلحها هذا الجانب أو ذاك، فيما الكثير من الشباب ليس لديهم وظيفة، ومن السهل إعطاؤهم $200 وبندقية كلاشنيكوف ودفعهم للقتال.